دولي بأن المغرب اليوم أصبح رقما صعبا للمرة الثالثة على التوالي، توج متسابق من المغرب. في حلقة تتويج الفائزين الثلاثة الأوائل العام الماضي، كان الفائز بالمركز الأول وللسنة الثالثة على التوالي من المغرب، ما شكل تحديا قيل عنه إنه الرقم الصعب في المشاركات الكثيفة من المغرب، وهكذا كان. وقد سمعت من طلبة العلم هنا الاهتمام والحمد لله بالعقيدة، والاهتمام بالحديث النبوي، والاهتمام بحفظ القرآن، بل إن من أحسن البلدان الذي يهتم بحفظ القرآن وتلاوة القرآن هو وطن المغرب ومملكة المغرب والحمد لله. وفي المباراة الدولية يتفوقون دائما، أهنئكم بحفظ هذه الرسالة الخالدة. المملكة المغربية أهل جلد، أهل إيمان، من أكثر الشعوب العربية حفظا للقرآن الكريم. الحمد لله، هذه الصحوة المباركة الآن في المغرب والرجوع إلى القرآن الكريم والاعتناء به إنما هو صلة للحاضر بالماضي. فالمغرب الحمد لله له قدم راسخة في كل ما هو متعلق بالقرآن تقديما وتقويما والقراءة. الفائزة بالجائزة الأولى الأنسة حسناء محمد كلالي من المملكة المغربية. حسناء محمد كلالي from the kingdom of Morocco. غارة موروكو. الفائزة بالجائزة الأولى هي القارئة السيدة هاجر بوساط من المملكة المغربية. رأت اللجنة أن المترشح الأول للدور النهائي في المسابقة العالمية لتلاوة القرآن الكريم هو عبد الباسط عبد الفتاح وراش من المغرب. الفائز الأول في هذه المسابقة هو محمد أحمد الدويك من المغرب. المتسابقة ضحى أساو فإنها الفائز بالمركز الأول. حصل على المركز الأول في مسابقة تيجان النور ذي الجليل بوسكا من المغرب. المتسابق محمد يوسف بوشكوش من المملكة المغربية بالمركز الأول. سبحان المعطي الوهاب.